open circuit test. و short circuit test وعندنا السنترال دي بتوصل على لوكال لود اللي هي زي مولدات الطوارئ، مولدات الطوارئ بتوصل على حلب يعني. السنترال دي بتوصل على الشبكة ممكن نسميها سنكرونايزيشن. دي بتوصل على الشبكة وعندنا سنكرونس. التجارب فيها كل حاجة، متوصل على لوكال لود مولدات طوارئ، متوصل على شبكة الكهرباء فيها ست حالات، متوصل على ومتوصل وبيحسن الباور. كل تجربة ليها هدف وعاوز يوصل لك معاني معينة من التجربة دي. طيب عندنا أول حاجة في المعمل دي المقاومة. في المعمل احنا سنكرونس جنريتور ليه استخدم انا الدي سي؟ عشان اخليه كلود يعني مثلا جنريتور. جنريتور ها ليه بستخدم الدي سي في التجارب؟ برايمو ها برايمو. ليه؟ انا عندي ده جنريتور بديله حركه، بديله حركه يديني كهرباء. فاهمني؟ هناك في تربل بدور بيها اديني كهرباء، هنا بقى ادور بايديا مثلا ادور بايه؟ لازم ادور بحاجه، فادور انا بايه هنا في المعمل؟ في الدي سي موتور. ادور بالدي سي موتور. الدي سي موتور اي الدي سي عندنا الدي سي وشمهندسين اهو عندي ده ده الاي وده الاس وعندي هذه الملفات بتاعت الارميتشر اهو. وصلت انت الجولد بتاع الدي سي اول ما وصلت الجولد مش طيار بالشكل ده كده اهو. لما تيجي تعمل كروس سيكشن بتاع القصه ديت هتلاقي ايه؟ ادي الام وادي الاس وادي الطيار دوت داخل جوه السبوره، داخل جوه السبوره والطيار ده خارج من السبوره ناحيه الطيار دوت عامل فيلد حواليه. الطيار ماشي في سلك عامل حواليه فيلد وده عامل حواليه ايه؟ مجال مغناطيسي. ده اتجاه وده يعمل حواليه ده مجال مغناطيسي. ده اتجاه في مجال تاني مغناطيسي موجود في الـ في الـ هنا ايوه تعمل بتاع المغناطيس. ادي المغناطيس اهو يا باشمهندس. ففي مجال تاني اهو المجال في قاعدتين خدنا احنا قاعده منهم ان المجال المغناطيسي لازم يمشي في اقصى الايه؟ مسار ويرجن فورس كبيره عشان يمشي في اقصى المسار. القاعده الثانيه ان المجال المغناطيسي لا يتقاطع ما بيتقاطعش. فانا عندي المجال في مجال عندي كده اهو يمشي كده؟ لا ليه؟ عشان كده يتقاطع. فيمشي ازاي؟ يمشي بالشكل ده كده. طب ليه ماشي كده؟ عشان ما ينفعش يتقاطع معاك. المسار ده بالنسبه له اقصى المسار؟ ها؟ لا لا ليه؟ اقصى المسار اللي هو الخط المستقيم. فاهم ليه؟ عاوز يمشي في اقصى المسار فيبذل فورس
عشان خاطر المقاس المسافه فيزوق ده لتحت كده يزوق ده لفوق كده فورس وفورس بين المسافه يبقى اسمها ايه يا باشمهندس عزم التورك يعمل التورك التورك ده اللي بيولده يتناسب مع حاجتين كل ما الفوت ده يزيد اكنه تناقض بين مجالين بين اثنين مقاييس كل ما الفوت ده يزيد ها كل ما الفوت ده يزيد ها يبقى التناقض اقوى يعني فورس اقوى بيتناسب مع الفور كل ما الفوت يزيد وكل ما الفوت الثاني ده يزيد ها اللي هو التيار اللي ماشي بسلك بيعمل له فورس كل ما الفوت الثاني ده يزيد برضه يعمل لي ايه التناقض هيبقى اقوى طب الفوت ده يزيد ازاي مع زياده التيار التيار ده اسمه ايه ارميتشر عشان دوت اللي هي اسمها ارميتشر فالتيار كل ما ارميتشر يزيد الفوت بتاعها يزيد يعمل له تورك فالتورك ثابت في الفاي في الارميتشر لما ازق ده كده وازق ده كده يديني الشكل اللي احنا عامل ازاي ادي الان وادي الاس وديت نزلت تحت كده وحواليها المجال بتاعها وديت طلعت لفوق اهي وحواليها المجال بتاعها ودوت المجال يمشي كده خالص المسار بالشكل ده في مشكله كام دوت ده دي سي وهو بيدور اهو هات كده هات ايدك كده خليك معايا اهو ادي انا دلوقتي حصل التورك دوت وبدا ده مغناطيس وده مغناطيس ده مغناطيس وده مغناطيس وادي السلكتين كانوا بالشكل ده كده يا باشمهندس اهو ها اتنطروا كده اهو في مكانهم حاجه ثانيه نطر كده المشكله كام دوت فده لو انت بصيت على السلكه الواحده ماشيه كده اما ماشيه كده وهي ماشيه كده بتعمل ايه في المجال ها اهو بتقطعه يعمل زي جنريتور يتولد ايه يا باشمهندس عمال يقطع اهو بيقطع مجاله بيقطع مجال ام يتولد فيها ايه يا باشمهندس اهو بيقطعه اهو بيقطع المجال يتولد ايه ام ايه بيتناسب مع الاي ام اف دوت مع كميه الفيض دوت كل ما الفيض ده كبير وانا بقطع يتولد ايه كبيره او الايه تاني السرعه بقطع بالراحه ولا بقطع ايه مش منسيم بسرعه فهو بيدور هيتولد هنا اثناء دوران ما يتولد هنا يوز ام بي اي بتتناسب مع حاجتين الفاي والسرعه لو رسمت انت الايكون اللي مسكت بيها يا باشمهندس دلوقتي ده هو ده دي سي يعني هو رسم ها رسم فين زي يعني هو دي سي ورسمت الايكويفالنت سيركت ليها ادي الفي دوت اهو ادي الفي ها وادي الارميتشر بتاع الكاو مع الارميتشر اهو بتاع الارميتشر ادي الارميتشر وادي البراش الزهريه بتاع المهندس وبيتولد ايه اليو سي ان اس فيها يعني بطاريه يعني بتاعت اليو سي ان اس وادي التيار داخل اهو اسمه اي ارميتشر بالشكل ده الفي كنت بصرف ديت يا باشمهندس اكنها بطاريه يعني معاكسه كده تمام ده كده 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 ما بطاريه معاك فاهمني خلينا نسيبها كده في سوق براشي ماشي الفي بتساوي ايه اي في ار زائد اي الفي بتساوي اي في ار زائد اي يعني الفي باك بتساوي اي ناقص اي ارميتشر بتساوي ار ارميتشر ماشي تعال نمسك التيار ده الاي ارميتشر دي بتساوي ايه؟ الاي ارميتشر بتساوي ها؟ الفي ناقص الاي الجهد بتاع البطاريه ناقص الاي على الاي ارميتشر في الحاله العاديه الجهد ده مثلا وليكن 200 فولت جهد البطاريه الصغيره 200 الاي باك اللي بتتولد دي يا باشمهندس بتساوي 195 مثلا لو ده مثلا 200 يبقى دوت 195 والقرار من الشهر بتساوي كام؟ نص 200 ناقص 195 اللي بيديني 10 امبير حاجه معقوله ده في حاله الدورات العادي طيب ماشي
في حالة لسه هيبدأ بقى عند الستارتينج. عند الستارتينج. عند الستارتينج. لسه هيتوب. فالسرعة بصفر. يبقى الاي باك بكام بقى في الحالة دي؟ ها؟ الاي باك. اللي هي ثابت. بزيرو. السرعة. السرعة دي بصفر. بزيرو. هيتوقف. الاي باك اللي هو الكلام جنريتور. اسلاك بتقطع السلك بيقطع الفيض. فيتولد باك ان جزء مفيش لسه ما قطعش لسه هيبدا فبكام الحاله ديت بزيرو حط ده بزيرو حط لنا بزيرو 200 على نص ها 400 امبير يعني محتاج كام ده كده عشان سي فتحل على طول يتحل طب نعمل ايه قال لي اه ما دام يبقى عند الستارتنج لو حطينا 200 يتحل على طول يشتغل 400 كابلت كده طب ليه قال لك في الاول ابدا بالبولد 10 مثلا 10 كذا اه يديني 20 امبير 20 امبير هيبدا يدور بدا يدور اول ما يبدا يدور يولد الديوسي مير يطلع لي ايه؟ يطلع لي اي باك 9 ضغط الزائد ده 2 امبير ازود الجهد من 10 اخليها 20 اه يسحب كده 22 امبير يبدا يدور اكتر فاهمين يا عشان الجهد زاد يبدا خليه 19 نفس الديت 2 امبير ازود ده خليه 30 زائد ده 22 امبير يدوب عمال يدوب عمال ازود الفولت واحده واحده لغايه ما اوصل لغايه 200 ايه؟ فولت يبقى انا محتاج هنا في الحاله دي الجهد ده محتاجه ايه بقى يا باشمهندسين؟ يبقى زي ما ينفعش يبقى 200 على طول ليه؟ لا من زيرو مثلا هنا 230 ده الجهد اللي بوصله على الامبيتشر والامبيتشر الطرف ده اسمه جي اي الطرف ده اسمه اتش اي الطرفين دول فين كده ده اسمه سي سي متوصلين كده اهو لازم اوصل على الامبيتشر ده كونستانت دي سي ولا 1 3 الفاريبل دي سي؟ فاريبل ليه اوصل الفاريبل دي سي؟ عشان ايه؟ عشان اقلل تيار يبقى اول حاجه توصيل نقطه هنوصل هنا 1 3 دي سي دي اول توصيل ليه اوصل 1 3 عشان اعمل ليميت للستارتنج عشان اقلل الستارتنج ليه بنوصل فاريبل دي سي على ال عشان اقلل الستارتنج تاني حاجه ليه بوصل برضه الفاريبل دي سي بسبب تاني السبب التاني هو انا عندي الاي باك الاي بتساوي دي ناقص فاي فور والاي دي قلنا بتساوي ايه؟ ثابت الفاي في ال خد السرعة الان هتساوي اهي في دلتا في ناقص اي في ار على الكي فور في ناقص اي في ار كي على الكي فور لو عاوز انا ازود السرعة قدامي حاجتين يا اما ازود الجهد بتاع السبلاي يا اما اقلل الايه؟ الفار اللي فانا لو عاوز ازود السرعة احكي فيها ازاي ازود السرعة عشان ازود الجهد ده دي دوت بتاع الامبيتشر ازوده زودت السرعة المفروض دوت يعني فرنسيس بتاع الامبيتشر السرعة مالها هتزيد عاوز اقلل السرعة اقلل الزيد يبقى دي اول سبب تاني حاجة عشان الدي دي اول فرنسيس تزيد كل ما زود الفولت بتاع الامبيتشر ها السرعة بتاعت الدي سي هتزيد اقلل الفولت بتاع الامبيتشر السرعة بتاعت الدي سي موتور يبقى ليه بنستخدم الفاريبل دي سي مع الارميتشر بتاع الدي سي قلنا السبب عشان اقلل التيار الستارتي وعشان اعمل سبيد ايه كنترول بقى بزوده في
عربية. ماشي يا باشمهندس. ده الارميتشر. يبقى الارميتشر موصله على واحد واتنين. تعالى بقى دايره الفيل بتاعت الايه؟ دايره الفيل. من نفس القانون ده يا باشمهندس. لو انا الفاي ديت بقت بتساوي صفر، الفاي ديت بتساوي صفر تقريبا بصفر، ايه اللي يحصل بالسرعه؟ ها؟ لو الفاي تقريبا بصفر هتديني السرعه على طول تقريبا 3. طب والفاي خلاص الموتور يتحرك في الوضع ده. طب ماشي، يبقى انا لازم اتجنب ان دايره الفيلد ان الفاي بيساوي كام يا باشمهندس؟ ازاي؟ الفاي ديت اللي هي الاي اف، اللي هو التيار بتاع الاي اف، يبقى الاي اف لو هو بيساوي صفر هتديني السرعه تقريبا بصفر، يبقى بيساوي الخاص والسرعه تبقى جامد جدا، فبطول ايه؟ فلازم عن دايره الفيلد اخلي فيه امكانيه ان الاي اف بيساوي صفر، ولا امنع خالص اي امكانيه ان الاي اف بيساوي صفر؟ امنع. امنع، لان لو بتساوي صفر بتعمل لي كارثه. فانا عندي دايره الفيل في احتمالين، ان انا اوصل فولتج ديفايدر، هنشوف عشان قلنا ده صح ولا غلط، الفولتج ديفايدر ايه الفولتج ديفايدر ده؟ انا عندي اهو ده الطرفين هتديه اثنين بطاريه، يعني اي حاجه ليها طرفين هتديه اثنين، ها؟ وانا عندي المقاومة الفاريبل ليها طرفين، ودي طرف اسود وطرف اسود، والطرف الثالث ايه؟ احمر. وانا عندي اهو اللي قلنا في الدي سي موتور، قلنا دوت مغناطيس، ادي الان وادي الاس، ده مش مغناطيس، ده بيبقى ايه يا باشمهندس؟ ها؟ بيبقى حديده ملفوفه حواليها ملف، يعني مغناطيس كهرباء. يبقى ده حديده كده ملفوفه حواليها ملف اهو. ليها طرفين، الطرف ده اسمه جي اي، والطرف ده اسمه الكي بي. لو الطرف ده الاي فيلد ده كبر جامد، الفيلد ده يبقى صوت كبير جدا. لو الاي فيلد ده صغر جامد، ها؟ يبقى الفيلد دوت صغر جدا. لو الاي فيلد اف دوت بيساوي صفر، يبقى الفاي تقريبا بصفر، تبقى الصوره قلنا بكام يا باشمهندس؟ فانا هنشوف التوصيله بتاعتنا، عاوزين نتجنب ان الاي اف بيساوي صفر. فالفولتج ديفايدر ده بيعمل ايه؟ ادي الدي والاي وادي المقاومه متدرجه، فبيوصل مثلا اهي، بيوصل يا فندم سي ادي البي على الطرف الاسود، والاي على الطرف الاسود. نفترض ان البطاريه ديت 5 فولت، والمقاومات ديت 1 اوم 1 اوم 1 اوم 1 اوم 1 اوم 5 اوم. الطريق اللي ماشي هنا، الطريق اللي ماشي هنا هيبقى كام؟ 1 امبير. انا كاتب في المعمل يا فندم سي مكتوبه كويس، مش ما تحتاجش تسجيل. الدايره اللي ماشيه هنا بكام يا باشمهندس؟ ها؟ 1 امبير. 1 امبير. ماشي. امبير. ده 5 فولت. ودول كام فولت؟ 5 فولت. 5 على 5 يبقى ده 1 امبير. لو انا عاوز اشوف الفولت اللي بين الاثنين دول، الاسود ده والاحمر، الجهد ده. الجهد بيساوي الار في الار، الار ديت 5، الار اللي بين الطرفين دول كام؟ واحد. كام؟ واحد. يبقى الجهد ده كام يا فلسطين؟ واحد فولت. واحد فولت. واحد فولت، يبقى ده واحد فولت. لو جبت السلايدر دوت كده، ها؟ خليته هنا 2 فولت. ها؟ يبقى التيار 1 امبير في 2 يبقى 2 فولت. جبنا السلايدر ده هنا 4، 1 امبير في 4 ب 4، جبته هنا
خمسة. المشكلة كم ده؟ يبقى السلايدر ده بيعمل لي ايه؟ فنسيب بيغير لي الجهد بين الطرف الاسود وبين الطرف الاحمر. يبقى الجهد اللي هو الجهد دوت يبقى عباره عن اي فور. هي واحد في عدد المقاومه. اوصل انا الطرف الاحمر دوت كده اهو. اوصل الطرف الاحمر بالجي اي. والطرف الاسود بالكي بي. سؤال التوصيله دي صح ولا غلط؟ غلط غلط. غلط؟ ليه غلط؟ ممكن الفولت يبقى زيرو. ممكن المقاومه تفتح. بنشرط على المقاومه. ممكن الفولت يبقى زيرو. ها؟ كده صغيره. واحد ازاي بتفتح المقاومه كبيره؟ ثانيه اهو. خدنا الجهد ده 4 ودوت الملفات دي ار واي. الطريق اللي ماشي هنا ده هو الاي بي ده. اي يلا اي في دوار الجهد دوت الجهد من الطرفين اهو على الار واي. ممكن الفي يوصل زيرو واحنا في حرف في المعمل يا عم. لا البتاع ماسكه كويس جدا وما مش هنمكنها دي. اه ايه اللي صغير؟ طب ما كويس ان هي صغيره هي مش طارق كبير يعني. في الاي دي صغيره خلاص يبقى الاي في كبير. ها؟ كده مش واخد مقاومة خالص. مش واخد مقاومة خالص يعني ايه؟ انا شايفها عادية عادية. ايه؟ في شورت اوف بيت هنا؟ في شورت يا عم. انا مش هعمل هرجع كده صح؟ اسمها لو استخدمنا الفولتج ديفايدر في دايرة الفيلد بتاع الدي سي صح ولا غلط؟ صح مش كده. صح قول يا فكري. لا غلط. قول يا فكري ليه غلط؟ عشان فولت ممكن يوصل زيرو. قال لي الطرف ده في احتمال يبقى زيرو. ايه يا فكري؟ لو جبنا السلايدر لحد الاخر الفولت ده ممكن يبقى زيرو. لو الفولت ده مش ممكن يبقى زيرو هيبقى الطرف زيرو صح ولا غلط؟ طب في احتمال ده ان الفولت يبقى زيرو والفولت ده يبقى زيرو؟ لو السلايدر وصل للاخر. ايوه في احتمال. لو جبت انت السلايدر ثاني اهو مين السلايدر ثاني؟ طب هنصلي بدل ما عرفتش اهو. انا بدات من هنا يا استاذ. بدات انا من هنا. قلنا واحد فولت. لا جبتها من هنا. يبقى هنا الفولت اي في ار الاي بواحد بس الار كان هنا زيرو. زيرو يبقى الفولت ده زيرو. لو الفولت زيرو يبقى الاي فيلد زيرو. يحصل لي كذا هنا. يبقى الفولت ديفايدر غلط ان احنا نستخدمه في دايره الفيلد بتاعت ايه في الدي سي عشان في احتمال فيها تقدر كده يمين جاي من الاي الاي اكس يساوي صفر. يبقى دوت الاي اف في احيانا تساوي صفر او غلط اكبر من الكونتسنس ودي كارثه. طب نعمل ايه؟ قال لي نستخدم سيري يا اسطى سيري يعني نعمل كده دي دايره الفوز دي بعد دايره دي الفوز دي بتاعت السكون نعمل فيه ده دي سي موتور نوصله كده. دي والان وادي عندي المقاومه وعندي هنا الطرف الجاي وده وادي عندي الايه الملفات بتاعت الجي دي ده الجي دي وده الجي دي. قال لي بنوصلها سيريز. بنوصلها سيريز ما بنوصلهاش فولتج ديفايدر. ازاي؟ اهو بوصل يا جماعه الايه؟ الفي ديت ها الطرف الاسود واخد الطرف الاحمر اوصله من الجي اي فاهم واخد ده واوصله كده. تعالى شوف التيار الاي بي الاي ماشي هنا اهو ده الاي بي الاي في ده بتساوي الجهد دوت اللي هو 230 جهد في على الار بتاع الفاريبل ريزيستنس زائد الار واين الار بتاع الفاريبل ريزيستنس زائد الار واين اللي هي 230. حطيت السلايد ده في الاول خالص ها؟ حطيته في الاول خالص ماشي عادي مش كده حطه في الاول خالص يبقى بتساوي 230 على الار واين
بس هدي لايت كبيره كده حاجه زي كده. طب حطيته في الاول خالص كده ماشي. هيبقى مقاومه دي زائد مقاومه دي. مفيش ولا احتمال ان الراجل فين بتساوي كام يا باشمهندسين؟ زيرو زيرو. يبقى ده 100 الا الاحتمال الوحيد اللي انتوا بتقولوا عليه اللي هو ايه بقى؟ افرض الاسمايل ده اتفتح كده اترفع فالدايره اتفتحت فاهمني؟ فلما الدايره اتفتحت يبقى ده في 50 فبيعمل ايه؟ يوصل بين الاسود والاحمر 50. لو الدايره اتفتحت كده يبقى المقاومه اللي داخله معايا كلها في الدايره يبقى خلاص. يبقى في الحاله دي مفيش مشكله. لو هي مقفوله ووصل ايه؟ اهي خلاص ادي الدايره بيبقى ليه مقاومه شورت سيركت او يمشي في المقاومه. لو مشيش في المقاومه يمشي في الشورت سيركت يبقى الحاله دي لازم تتوقف. يبقى دي التوصيله ديت ليه؟ عشان نمنع ان الاي فيلد دي مالها ها ديت يمسكها الاي اف لازم ان يبقى اكبر من صفر مفيش يساوي صفر. وصل التوصيله دي اهي البي وال ال وصلها سيريز مع الدايره مع دي وصلها ادي دي كده اهو مثلا واعمل دي شورت كده 50 ها واوصل دي كده اعمل دي ايه لان في ملف ماشي وارجع دي ماشي كده؟ مشكلة كم دوت؟ ايه هدفها؟ الدائرة السيريز من الاي اف تبقى اكبر من مفيش مثال بس اكبر من مثال. طب ليه الاي اف زيرو تبقى صعبة؟ عشان الفيلد قلنا ليه؟ زيرو. ما انتوا خدتوش دي سي خلاص. عاوز انا اشوف لما الاي اف بصفر الاي في كام؟ اهو مثلا
بغير في السيرفر عشان اظبط في الاي اف 1 من 10 من 10 وارسم العلاقه. افرض ما عرفتش اجيب الاي اف صغيره بصفر وكام ده الكيرف ده طلع لك كده حته كده صغيره. مش عايز كده، انا عاوز الاي اف يبدا من اول صفر وعاوز اضغط في الاي اف. فانا عاوز دايره الفيلد في حاله السنكرونس تبقى بتساوي كام بقى؟ صفر فاكتر. فهستخدم اني بقى فوتج ديفايدر ولا استخدم بتساوي صفر اخيرا. ماشي يا باشمهندس؟ طب وصل التوصيله دي ثابته في كل ايه بقى؟ ايه قيمه التوصيله دي؟ قلنا الاي اف اكبر منها او يساوي زيرو. يبقى عندك ثلاث اربع اسئله. ليه ده فاريبل دي سي؟ ليه ده موصله سي؟ ليه ده موصله لفولتج ايه؟ ديفايد. تيجي بقى نشوف الايه؟ التجارب دي. جدا. اقل الاي اف جامد الاي تي ال خالص. في مشكله كام دوت؟ ماشي. وده البرايم نوفا. عاوز ازود السرعه بتاعت البرايم نوفا، ازود الجهد بتاع الفاريبل دي سي. السرعه دي اقل الجهد السرعه دي. الاوبن سيركت تيست اهي الاوبن سيركت انا ما يهمنيش بس عشان انتوا عارفين ده الاي اف وده دي. ولو عملنا الاوبن سيركت دي ها؟ ادي الاوبن سيركت دي. ادي ديت الجهد دي ال اف. وادي الملفات دي بتاعت الارميتشر. دي ار و اكس اس.
هذا الطرفين اللي هو اليو واليو. انا عاوز اضبط العلاقه بين الاي اف والاي. كل ما الاي اف يزيد يزيد الاي يزيد، فعاوز اقيس الاي ده. انا لو حطيت هنا مش مهندسين دوت كده وحطيت لو وجيت حطيت هنا فولتميتر، الفولتميتر ده هيقيس منين؟ فولت اللي على اللود. الفولت اللي على اللود اللي هو الفيتم. طب انا عاوز اقيس الاي اعمل ايه؟ تطرح الفولتج دروب. اشيل اللود، اخليها اوبن سيركت، اخلي ده كده اوبن سيركت. لو خليت ده اوبن سيركت ادي اللي هو الفي خلاص التالي ماشي هنا بصفر، تبقى الفي دوت هو الاي مش ماسكين. فانا عاوز اقيس الاي اعمل ايه؟ عاوز اقيس الاي خليه على طول اوبن سيركت، خلي ده الضرب دي مفتوح وحط الجهد كده بس، حط الجهد هنا
تشتري لمبه ثانيه دي فبحطهم مالو مش منسي توازن طب 10 و10 على كام 5 لو 5 كده دول كام ولا ما فيش كده على 5 اهو مقاومه الطيارات بدل ما هي 1 امبير بقى 2 امبير المقاومه زي الكريدي لود الار معناها بتزيد والتايم مالها مش هتزيد بيكبر بيبقى 10 كمان اهو 10 كمان اهو خلاص لا التايم ماله مش هتزيد بيزيد مقاومه كل ما ازود اللود المقاومه تقل والتايم ماله بيزيد بيزيد اكبر بقى اكبر لود في الدنيا هو الار بقى بزيرو خالص ما انا كل ما ازود الار ما تقل 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 لغايه اكبر لود شورت سيركت والتيار عالي جدا واصغر لود في الدنيا المقاومه بما لا نهايه والتيار ماله بيزيد فعشان كده بيعمل دايما في اي تجربه الاوبن سيركت والشورت سيركت اكبر تحميل ومفيش تحميل ماشي كده تعالى في السنكرون جنريتور متوصل على اللوكال معنى مهم ان انا دلوقتي كل ما احمل على السنكرونس جنريتور اللي متوصل في بتاع مولدات الطوارئ كل ما احمل عليه الجهد هيثبت ولا يقل ولا يزيد ده هدف يعمل ايه في وجهه نظرك ايه هيقل ها هيقل طب وبناء عليه يعني عرفت يعني بيزيد اعمل ايه انا دلوقتي في مستشفى انا الراجل ده كليه اداب فتح مستشفى وانا المهندس بتاعي خلاص كده النور قطع وصلت السنكرونا جنريتور على بتاعتي الرعايه المركزه والعمليات اما المدير العام قال لي والله الدنيا حل يا عم الحاج شغل لنا التكييف كده وكبر لنا الاحمال خلاص اول ما شغل التكييف وكبر الاحمال الراجل اللي في العمليات هيموت واللي في العنايه المركزه كلهم هيموتوا عاوزين نحل ليه ماتوا ها ليه بقى بيته بدا اقل في الاجهزه الجهد هيقل ليه عشان كبرت الاحمال اول ما كبر احمال على المولدات بتاعه الطوارئ ديت ها اول ما كبر الاحمال الجهد يقل اول ما الجهد يقل في جهاز بروتكشن على كل جهاز اول ما الجهد يقل 10% قوم يفصل على طول عشان بدل ما يتحل فكله يفصل والناس ماتت والحمد لله ليه عشان كبرنا الاحمال على السنترال جت متوصل على اللوكال فالجهد يقل على طول مع زياده الاحمال ده هدف التجربة. طب سؤال تاني. سنكرونس جنريتور متوصل على الشبك. على الشبك. زودنا الاحمال. اللي يحصل في الجهد. سيب. سيب. مشكلة كم دوت. انما ده في الطور. مع زيادة الاحمال. ايه? هذه الجهد الجهد. نقول كده هو في مقاومات هيك. وصلنا اوصل ده كده السيمسون قول لي ده ايه المقاومه دي متغيره كل ما اقل المقاومه ها طيب دي اسمها انكريز اللو كل ما قال مقاومه الطيار ماشي هنا ده الار ديت اللي طالعه
الفايبر ميتش ابديت هتزيد هلاقي الفي ات ال ايه الفي ات ال مثال دي بسيطه خالص ادي الفارماس دي ده اون دو ها الكود اللي عليها الجي تي والطيار اللي ماشي هنا عشان مستين ده فايبر ميتش انا مش هعرف ان ده التكفيل ده خالص فانا عندي القانون بيقول لي كده اي يساوي دي زائد جي اي ارميتشر في الاكس اس الاي اف دي ثابته انا ثبتها ماليش دعوه بيها طب فيت ثابت فدي ثابته دي كويس خلاص والاي ديت كل ما اقلل الار ها التار مالها 50 الاي ديت مالها ها الاي مالها هتزيد الاي ديت هتزيد دي هيزيد ده ثابت الاي ارميتشر ثابت ايه اللي يحصل من فوق؟ ها؟ ايه اللي احنا قلنا ديت المرتب وده ايجار الشقه دي المصري المرتب ده ثابت وده ايجار الشقه زائد ايه اللي يحصل لمصاريف البيت؟ تاني ماشي يا باشمهندس في ستة ده لو زاد ده ايه؟ بتلاقي كده عامل كده ده الاي ارميتشر اللي هو زياده انكريز كده انكريز اللود ده كده الدنيا زياده ماشي يا باشمهندس وده البي والاي ارميتشر بصفر هو البي اهو مثلا كل ما زودت الاي ارميتشر تلاقي البي مال 50 ايه بالشكل ده لو ال وده اللود يو ايه لو ار يمين كده ده لو يو دي حاله وحيده بتزيد فيها لو اللود ده مكسر بس ده لو ده يو يو تي ليه بقى؟ انا عرفت في اخر حاجه بس اصلا ما فيش عندنا احمال فعلا في السبيسيفيك الاحمال عندنا غير ام ار لام ال ام ار وايه؟ اللود الحقيقي ماشي يا باشمهندس سين ليه؟ قلنا اهو في تي بتساوي في زائد الفا ده زائد ده ثابت على ده الثاني بيكون بيقل شيء بقى بس عشان مغرب حديد في 3 4 5 6 ماشي اللي اي سيكشن ضايع من عليه بدل ما احضره السنه الجايه عبد الله فكري ده دي له ربع جنيه هيدي لك جنيه خلاص هيدي لك كل السكاشن وشويه فيروسات فوقيه يعني ماشي يا باشمهندس مساحتهم كبيره قوي يا باشمهندس انا مش عارفين ناخدهم دول كده فايل كده السؤال اللي فيها لو زودنا الحمل وصلنا على لوكال لود وزودنا الحمل ايه اللي يحصل للجهد؟ التجربه اللي بعد كده التجربة اللي بعد كده اللي هو سينكرونايزيشن دي حالة أو سينكرونس فيها ست حالات بتتسال في الست حالات في حاله بتاعت السينكرونايزيشن دي سينكرونس جنريتور لودي بتتحمل يعني عاوز ازود الباور دي سينكرونس جنريتور لو حصل له لوس اوف سينكرونايزيشن ان دي عندي سينكرونس موجود نو لود بتاع شغال سينكرونس موجود نو لود سينكرونس موتور لود متحمل سينكرونس موتور كل ده خدناه في المعمل؟ اه
Loss of system polarization. ماشي. عندي سنترال ديالي متوصل على الشبكه يا باشمهندس. اول حاجه فيها لو انا عندي بطاريه كده بطاريه ها ده 100 فولت 50 فولت وبينهم سويتش وانا كليه اداب فاتح مصنع وانت مهندس الكهرباء بتاعنا قلت لك ايه في الايه السويتش ده هنجرب نخلي اي حد يقفل ضرب وشه مات المهندس عبد الرحمن عاوزين نحلل سبب وفاته ليه مات المهندس عبد الرحمن قبل سويتش ده الطالب اللي ماشي هنا كام مين انا ايه الاي ده هو بيساوي بي ناقص بي على الار في واحد مثلا او في اثنين الفولت دوت اهو 100 ناقص 50 المقاومه اللي بينهم كام؟ زيرو 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 طيب الحل الحل عشان عاوز اوصل كهرباء على بعض حاجه لازم ده تمام لو ده 100 وده 100 تقدر تكتب السويتش ليه؟ الكوز كده مفيش فرق جهد ها؟ مفيش فرق جهد وخلاص يبقى التيار في الحاله دي كده مش متسيبش التيار يبقى ده نعرفها ازاي بنحط الاول خلاص مالهاش دعوه بالكلام ده ده جاي هنا حط الاول كده في فرق جهد بينهم اللمبه دي هتطلع مفيش فرق جهد بينهم اللمبه دي مالها هتطفي المشكله كام دوت لو بدل ده استخدمنا اي سي سبلاي اي سي سبلاي ده 100 وده 50 تقفل السويتش اه حاسب كويس ها ده 100 وده 50 يا باشمهندس اللمبه تنور لا ما نقفلش نقفلش لا لا يا عم مفيش لوك خالص شيلنا الله ما ينفعش كيف الصوره الحاجه دي كيف انا بس مش فاهم ان هي ده 50 طب انا عايز في مخرج خلاص يبقى لازم عشان اقفل السويتش عشان اعمل يعني السينكرونايزيشن سينكرونايزيشن يعني توافق كهرباء في السويتش يبقى سيم روت مين سكوير فولت يبقى ده 100 وده 100 خلاص عملنا ده 100 وده 100 بس ده 50 هرتز وده 100 هرتز تقفل السويتش في الحاله دي ولا لا؟ لا ها؟ لا ليه؟ هو نفس الجهد في فرق جهد ده 100 وده 100 ما ده 100 وده 100 ما تقفلش ليه؟ في فرق جهد بيرو فرق جهد ازاي ده 100 وده 100 ها؟ بيحصل في الشيفت وبترجع ازاي ده؟ ازاي ده؟ ده كده 50 هرتز وده 100 برضه طول 100 بس ايه 100 هرتز كده ده 100 طول واحد لو جيت سيادتك قفلت مثلا على اللحظه دي كده ها؟ ده هنا في جهد هنا زيرو لو جيت قفلت عند اللحظه دي كده ده مثلا زيرو ده 100 كده لحظه القفل في فرق جهد ايه اللي يحصل يا باشمهندس؟ تموت برضه على طول قال لي سيم ايه؟ سيم فريكوانسي خلاص ده 100 وده ده 50 هرتز وده 50 هرتز بس الجهد ده زودته زيرو
دول ده زاويته 90 خلاص بقى كل حاجه زي بعضها ايه مش عاوز تحكمها ها ده كده ده زي ده بالظبط ده زي بالظبط فانا عند الحلقه ايه القيمه بتاعت الحلقه ايه في فاليو يبقى ما فيش ايه فيل شيب او ناس في لفظ واحد معوض يعني الكلام ده كله انت ايه هدفك يعني ما تقول من نفسي نفسي الكرسي الجهد اللحظي انا عاوز اوصل ان الجهد اللحظي يبقى متساوي عاوز اوصل اهو الجهد اللحظي دايما متساوي الجهد عند كل لحظه متساوي فبدل ده كله ممكن اقول بينهم نفس الاستمتينيوس ايه؟ ده دي اسمها شروط السنكرونيزيشن شروط السنكرونيزيشن والفيس سيكونس والفيس سيكونس يعني ماشي انا عاوز اعمل السينكرونايزيشن اعمل ايه ازود في الكوانتي ده في الكوانتي ده ازاي ازود الجهد زي ما الكوانتيت الفاريبل دي سي ده فالسرعه هتزيد لغايه 1500 اللي هي 50 هرتز خلاص دي ده زودته السرعه زادت لغايه 1500 فكده عملت رقم واحد مش هنعمل السينكرونايزيشن ظبطت الفريكوانسي خليتها حوالي 50 هرتز تاني حاجه اقعد انا في السلايدر في الاي اف بحيث اكبر الاي اخلي الاي الجهد هنا اظبط الاي اخلي الاي كام الاي فيت مثلا 220 فولت ازاي اظبط الاي ده الجهد اللي هنا اخليه زي الجهد اللي هنا ال 50 ان انا اظبط في الاي اف كل ما انا في الاي اف ازودها الاي دي هتزيد فاظبطها لغايه 220 هي مش 50 فولت او 380 والله فوصلت التوصيلات دي اهي وصلت الاسلاك تحت اهي كده خلاص الجهد هو هو والفريكوانس هو هو احط لمبه حطيت لمبه كده اهي حطيت الثلاث لمبه اول ما لون تعطي له طفل عشان الفريكوانسي اللي معاه مظبوطه يبقى 49 51 49 يعني 9 من 10 50 51 من 10 في فرق في الفريكوانسي هتلاقي الموضوع بيتطبق على بعض فيطفي وبعد كده تختلف فينور اول ما اللومه ديت مالها تطفي اقفل قفلت دي اسمها سينكرونايزيشن قفلت يا باشمهندس الكلام ده ماشي لما قفلت الحاله دي لو في فيس شيفت ايه اللي هيحصل من دول؟ ما هو الفيس شيفت ما هو ما هيش مره كان في فيس شيفت لا الفريكونسي ده بيعمل لي فيس شيفت مش فيس شيفت لو في فيس شيفت يبقى لمبه بتقيد وتطفي ولمبتين منوره المهم لحظه السنكرونايزيشن دي خطيره جدا بتقفل الكهرباء على بعض دي المحطات الجديده بيقعدوا فيها اربع ايام او اسبوع عشان يظبطوها واول ما نقفل الحمد لله توصل كل الناس تسجد شكر والوزير مش عارف يعمل ايه فين والوزير كل شويه عملته ايه وزير طول وقت فين مش عارف ايه وتاخد شهر بعد كده اجازه بعديها وكل الناس اذا فشلت يدفع 50 مليون جنيه ضرائب اول ما تفشل ده كل المحطه على طول تضرب كلها المحطه وجازت وجازت على حاله تفشل وال 50 شركه تقفل بعديها كل ده عشان لولد عشان اللولد يعني منورات في لمبه محروقه قفلنا عملنا السينكرونايزيشن يا باشمهندس قفلناها خلاص اللحظه دي اسمها سينكرونس جينريتور نو لود ولا سينكرونس جينريتور لودد ولا سينكرونس موتور نو لود ولا سينكرونس موتور لودد لا لا حلقه لا جنريتور ولا موتور جنريتور ليه جنريتور بيدي الشبكه بيدي حاجه هو لسه الشبكه
بيديش حاجه. بيديش حاجة. هو ده جنريتور ولا موتور؟ هو نولود بس جنريتور ولا موتور؟ نولود يعني ما متوصل على الشبكه اهو. اتوصل خلاص؟ وصلنا قفلنا خلاص عشان السرعه بتاع البرايمري هي السرعه بالظبط لسه ما زودناش الباور يعني. ليه نولود او ليه لودد؟ ليه لودد اللي بيقول لودد؟ ليه نولود؟ ما فيش كارت. طب خلاص ما نعرفش ايه. لو انا خد عاوز ازود الباور عاوز اعمل حلقه دي عاوز اعمل حلقه ثانيه انتوا شايفين عاوز اعمل حاجه 2 ازود الباور اللي كان الجنريتور رايح للشبكه. ازود الباور كده ازود الباور تي سي اعمل ايه؟ ازود السرعه دي يا باشمهندس. ازود السرعه عن طريق الجولد ده بقى مش هنسيب. فالسرعه دي بدل ما هي 1500 نفسي الثانية كمان 50 1500 وما الباور دي تروح فين؟ الباور دي تزيد. نفس السرعة ما دام كنت على الشبكة خلاص اتربط العربية والقطر اتربطوا مع بعض. فده لو عاوز ازود سيكولوجي لودي اكبر الباور جامد زود سرعة التربينة. بس هنا في تربينة دي زود السرعة بتاعتها. ازاي بيزودوا سرعتها التربينة؟ زود الستيم ازاي فيول بنزين يقعد يزود يفتح البلبات بتاعت الوقود البخار يزيد فالستيم يزيد فالباور تزيد السرعه اللي هيحصل لها ثابته زي القطر والعربيه. انما اللي يحصل فيه باور بقى تنتقل العربيه كانها دوست بنزين جيم بتشد الباور تنتقل من الجنريتور. طيب عاوز اعمل في الحاله دي انا زودت السرعه شويه تزيد خلاص السرعه شويه تزيد الباور عايز تزيد كده بسرعه ثابته يوصل لسرعته بقى العربيه وقعد ماشي بسرعه 100 كيلو والعربيه ماشيه بسرعه 500 مربوطه في القطر مربوطه في القطر جاي وانا مجهز بنزين اكتر نفس السرعه اول ما اقطع الاساتيك اللي بينهم ايه اللي يحصل للعربيه؟ هتمشي بسرعه 100؟ ما هتمشي بايه؟ مش هتسيب 500 تاخد سرعتها بقى الحقيقيه ما اتفصلت عن الشبكه. فده اول ما تفصل عن الشبكه هياخد سرعه الجي سي كانت الحقيقيه. فده لو كان مثلا 2000 ولا 3000 ولا 4000 انتهي نقره جامده جدا في لحظه من 1500 ل 4000 مره واحده. فاهمين يا باشمهندسين؟ ده اسمه لوس اوف سنكرونايزيشن. ازاي نعمل لوس اوف سنكرونايزيشن دي؟ ان احنا نفتح السيركت بريكر بين الجنريتور والشبكه. سؤال امال احنا لو عاوزين نخرج الجنريتور من الشبكه نقلل السرعه علشان خاطر نعمل له صيانه نعمل ايه؟ نقلل السرعه لغايه 1500 وبعد كده يا باشمهندس سمك عاوز اخليه سينكرونس موتور. عاوز ده يا باشمهندسين ده اهو شغلناه كل حاجه ووصلناه عملنا السينكرونايزيشن افصل ال في عاوز اخلي ده سينكرونس موتور اعمل ايه؟ افصل الدي سي ايه
ها اعمل ايه؟ افصل الدي سي. انا مش عاوز افصل الدي، عاوز برضه اطوره بس يشتغل سنكرونس. اعمل ايه؟ افصل الدي. عندي عربيه وقطر ماشيين بسرعه 100 كيلو، عاوز اخلي القطر هو اللي بيجر العربيه، اعمل ايه في العربيه؟ اقلل سرعه العربيه عن كام؟ عن 1500. عن 1500 عن 100 كيلو. اقلل السرعه دي عن عند فوق 1500 سنكرونس جينيريتور هقلل. هي كده كده ما هتزيد ولا هتقل، المفروض يعني تزيد. هقلل هيبقى سنكرونس موتور. طب عند 1500 بالظبط يبقى ايه بقى؟ ولا انتوا معايا؟ زودت السرعه عند 1500 ما هتزيدش، بس سنكرونس جينيريتور. قللت السرعه عند 1500 ما تقلش، بس بقى سنكرونس موتور عند 1500 بالظبط. نو لود يا شباب، مفيش باور. عربية القطر ماشيين بنفس السرعة جنب بعض. في باور تلتزم من عربية القطر والقطر عربية؟ لا. ليه؟ فعند 1500 ليه لحظة السنكرونيزيشن دي يا باشمهندسين؟ دي الحاجة دي جنريتور نو لود. فده السنكرونيزيشن كده تقريبا نو لود. كملنا ليه يا باشمهندسين؟ عاوز تزود اللود؟ عاوز اعمل نص السنكرونيزيشن سرعه دي ده هو ده كده تمام كده كده في الشارع. عربيه طالعه من الطريق وصلت العربيه ولا بس اي حاجه هي واخده نفس سرعه الايه؟ الضغط الفرق بس في برضه طاقه من ايه دي اخر حاجه ثانيه واحده 10 ماشي اخر حاجه في تجربه ده كمان لو انا عاوز اخليه سنكرونس موتور نو لود قلنا نفصل الكهرباء كده خلاص، فصلنا الكهرباء المفروض ده يقعد، المفروض ده يقعد مش هيقعد. ليه؟ عشان ده مفروض بس ده اتحول لسنكرونس موتور وده اللي بيدور ده هيدور عند 1500. عاوز اخليه سنكرونس موتور لود يعني ده سنكرونس موتور نو لود في الحاله دي، عاوز اعمله اكتر اكتر مش هعرف اعمل ايه؟ اوصل مقاومه على الارميتش. اوصل هنا سنكرونس موتور. عاوز اعمل اكتر تقعد بقى تقلل المقاومه، تقلل المقاومه. في الحاله دي لو عاوز اعمل لوس سنكرونايزيشن، لوس سنكرونايزيشن يعني في الحاله دي جيت فتحت السويتشات دي يا باشمهندسين فتحتها، ايه اللي يحصل في السنكرونس ماشين؟ تتدمر ولا تقف؟ تقف. ليه تقف؟ مفيش برامج. ليه تقف؟ ايوه موتور يا شباب، ده موتور كده كهرباء من هنا بيدور، ده موتور كهرباء من هنا بيدور. لما انا فتحت ده خلاص اخر تجربه خلاص انا مش هتاخد دي. اربعه خلاص ام رزق لو روح يوم ايه؟ يا سؤالين في سؤال مهم فيا سؤالين. طب هم وقفوا في ايه؟ ما هي كلام بسيط كل من يعني هيجي لك
شهر اشرحها دي الجهد ده اللي هيحصل له الفي تيرمينال هيفضل فين؟ ها دي حاجه مشهوره في المصانع يا باشمهندسين المكثفات لما بتدخلها الجهد بيزيد خدتوها في الباور سيستم اظن كل لما تدخل مكثف عندنا في مصنع اسمه ميك بتاع ازاز البيبسي ده كان عنده جهد بيقل ويزيد بالنهار وحسب النهار والليل فبالليل الجهد يزيد جامد فاعمل ايه لما يزيد يفتح المكثفات مش مهم عنده باور فاكتور يقعد يفتح في المكثفات يخرجها فالجهد ايه اللي يحصل له؟ يقل يجي بالنهار الجهد ماله يا باشمهندسين يقل عنده جامد يعمل ايه؟ يوصل المكثفات المكثفات بتعمل ايه يا باشمهندسين؟ بتزود الجهد دي حاجه معروفه ليه بتزود الجهد؟ بتاعتك خفتر الباور فاكتور التيار بيقل والجهد اللي هتعمله يا باشمهندسين يزيد لسببين حد يقول لي ايه سبب منه ليه صوت يزيد فولتج دروب الفولتج ديفايد الفولتج دروب على الترانسميشن لاين اللي حصل له ايه ها ايه هو اي في زيد هيقل الفولتج ده من ده بتساوي الفي بتاع السبلاي نجيب ناقص الفولتج دروب الفولتج دروب اللي على الايرشمنت سي ده زائد ده زائد ده قل خلاص ده يزيد ما السبب الاولاني السبب الثاني لما يكون واقف كده في السبب الثاني ان اي حاجه التيار الار لما يتحول من ليد الى ليد على طول الجهد يا باشمهندسين على طول الجهد يزيد ليه بص اهو هو مثال صغير كده ده 100 فولت جي 1 وده جي 99 وعملنا كده 100 فولت جي 1 ده مكثف ها جي ناقص جي 101 ماشي كده؟ لو جيت تجيب الجهد هنا يا باشمهندس هتلاقي 99 فولت جيت تجيب الجهد هنا الجهد هنا وفاهم ماشي كده اهو جيت تجيب الجهد هنا هتلاقي 101 فولت يعني جهد اعلى من هنا احسبها احسبها واضح تجيب الاي في هنا وهنا وتجيب الكذا ليه بقى؟ التيار هنا ده يا باشمهندسين ناجح فالتيار دوت زودته ناقص 90 في الحاله دي في الحاله دي ده مكثف التيار زودته كام؟ 90 زائد 90 الفرق بين التيار ده كام؟ اكن 180 يبقى اكن التيار اتعكس فاكن الجهد ده بيساوي ده زائد ده انما هنا الجهد ده بيساوي ده زائد ده طارد عكس كده اكيد طارد عكس اتجاهه فبقى الجهد ده هو اللي بيساوي ده زائد ده وده دايما بيبقى كبير فعند المكثف دايما الجهد بيبقى ماله 50 بيكبر 18 ماشي